هذه القوات التركية المنتشرة في قطر لا تخضع للمحاكمة ومحصنة ضد أي مساءلة قضائية في حال ارتكبت أي جريمة على الأراضي القطرية. هذا ما كشفت عنه وثائق مسربة لما يسمى باتفاقية المساعدة القضائية الموقعة بين أنقرة والدوحة. بحسب الوثائق المسربة، إذا ارتكب أي جندي تركي جريمة في قطر فلا يحق للدوحة المطالبة بتسليمه، وتستطيع تركيا حمايته بقانون استثنائي. هذه الوثائق سبقتها وثائق أخرى كشفت تجسس القاعدة العسكرية التركية على كل ما يجري في الدوحة. الوثائق المسربة لم تكشف فقط عن حالة من الإذعان القطري أمام تركيا، بل تؤكد أن الجنود الأتراك بكل ما حصلوا عليه من صلاحيات واسعة ما هم إلا قوة احتلال لبلد عربي برضا النظام الذي فرط في السيادة القطرية.